بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده في تاني فيديو يا باشمهندسين في الجزء الخاص بالال سي دي. هنتعرف في بدايه الفيديو ده على الدوال اللي احنا محتاجينها علشان اقدر اتعامل مع الال سي دي، سواء اذا كنت هبعت لها بيانات او كنت عايز انفذ اوامر. فانا عايز ابعت بيانات، مثلا عايز ابعت درجه الحراره او ابعت تكست اعرضه عليها، او انفذ اوامر زي مثلا ان انا عايز امسح الشاشه او عايز اشيل الكرسور او احط الكرسور وهكذا. طيب احنا عايزين نشوف اول دالة عندنا هنستخدمها، او اول حاجة عندنا هي اسمها ليكويد كريستال ال سي دي، وبعدين شوية حاجات كده. احنا المرة اللي فاتت قلنا في الكونكشن بتاع ال سي دي ان انا في عندي 6 سلوك بوصلهم ما بين الاردوينو وما بين ال سي دي. الست سلوك دول كانوا على الترتيب، هم الار اس والانيبل، ومن دي 4 لدي 7. طب ده معناه ايه بقى؟ معناه بيقول لك بص، انت هتكتب كلمه ليكويد كريستال، هتكتبها زي ما هي كده في البرنامج، في برنامج الاردوين او برنامج الاردوينو سي. وبعدين تعمل ايه؟ هتكتب هنا اي كلمه انت عايزها، هتكتب هنا ال سي دي، ال سي دي 1، حرف الاي، اتش، سميه زي ما انت عاوز، انا سميته ال سي دي زي متغير كده يعني. وبعدين تعمل ايه بقى هنا هندسه؟ هتكتب لي هنا البنات بتاعه الاردوينو اللي انت عايز توصل ال سي دي عليها. بمعنى هو انت عايز توصل الار اس على البن رقم كام في الاردوينو؟ والبن رقم 1، خلاص اكتب هنا 1. طب والانيبل هتوصله على البن رقم كام؟ على البن رقم 2، تبقى قوم جاي كاتب هنا 2. طب الدي 4 بتاع ال سي دي توصله فين على الاردوينو؟ هوصله على البن رقم 10 في الاردوينو، تقول له هنا 10. طب دي 5 بتاع ال سي دي هوصله على 11 في الاردوينو. طب دي 6 هوصله على 12 في الاردوينو، تكتب هنا 12. طب دي 7 هوصله على 13 في الاردوينو، تكتب هنا 13، وهكذا. يبقى انت بتكتب هنا انت عايز توصل ال سي دي على مين في الاردوين. يبقى دي كده اول حاجه، دي اول داله. يبقى الكلام ده بيتكتب فين؟ بيتكتب في بدايه البرنامج كده، انا بوريها لك اهوت عشان تبقوا واخدين بالكم. في بدايه البرنامج كده بقوم جاي كاتب ايه؟ ليكويد كريستال ال سي دي، وبعدين اقول له 7 8 9 10 11 12. ايه الكلام ده؟ قال لك دولت الاربع بنات بتوع الداتا، الاربع بنات بتوع الداتا، ودولت قال لك دول البنتين بتوع الار اس والانيبل. يبقى دلوقتي لما اجي اوصل ال سي دي بالاردوينو اعمل ايه؟ وصل الار اس بتاع ال سي دي على 7 في الاردوينو، ووصل الانيبل بتاع ال سي دي على 8 في الاردوينو. ممكن تلاقي الكلام ده موجود هنا. يعني الصوره لا مش هي دي اللي احنا مختارينها، انا بس بديكم مثال هنا. طيب نكمل كده بقيه الاوامر اللي عندنا يا باشمهندسين. هتلاقي في داله عندك اسمها بيجن. طيب خد بالك انا بقول له ايه؟ ال سي دي دوت بيجن. ايه ال سي دي دوت بيجن ده؟ مش احنا هنا عملنا متغير اسمه ال سي دي وعملنا التوصيله بتاعه ال سي دي بالاردوينو؟ قال لك بعد كده هستخدم الاسم ده عشان انفذ اي داله انا عايزها بتتعامل مع ال سي دي. فمثلا في داله عندي اسمها بيجن، فاقول له ايه؟ ال سي دي دوت بيجن، وبعدين ادي له هنا الكولوم والروز اللي هي الصفوف والاعمده. يعني انت ال سي دي اللي انت هتستخدمها، كم صف وكم عمود؟ احنا مثلا هنستخدم الاثنين في 16، فهقول له هي عباره عن صفين و16 عمود، يبقى تكتب هنا 2 وهنا 16. طب الداله دي بتتكتب فين؟ الداله دي بتتكتب جوه داله السيت اب، لان دي داله انشيلايزيشن، فبنكتبها كده جوه داله الايه؟ جوه داله السيت اب اهي. ال سي دي دوت بيجن 16 في 2. طب انت كنت بتستخدم ال سي دي 4 16 في 4، تقول له 4 و16. طب انت بتستخدم 20 في 4، تقول له 20 و4، وهكذا على حسب ما انت مستخدم. طيب بعد كده في داله اسمها كلير، وطبعا بتكتبها ازاي؟ بتقول له ال سي دي دوت كلير، طبعا في هنا سيمي كولون يا باشمهندسين. ال سي دي دوت كلير ديت بتمسح الشاشه. طيب دلوقتي خلاص احنا عرفنا شويه اوامر اهوت، فاضل بقى ان ازاي ابعت داتا تتعرض على ال سي دي. فقال لك عشان تبعت داتا تتعرض على ال سي دي بتعمل ايه؟ تقول له ال سي دي دوت برنت، وتكتب هنا الداتا اللي انت عايزها. انت عايز تعرض الرقم 10 اكتب 10، عايز تعرض السلسله حرفيه قول له مثلا ما بين دبل كوتيشن كده كلمه انجينير، يعرضها لك على ال سي دي، وهكذا. سيبنا من الامر ده دلوقتي. في عندي داله اسمها ال سي دي دوت سيت كيرسور. سيت كيرسور يعني ايه؟ زي الكيرسور اللي بيبقى موجود في ملف الوورد كده. انت لما بتكون بتكتب حاجه على الوورد بتلاقي في كيرسور كده عمال يظهر ويختفي. الكيرسور ده انت لو ضغطت بالماوس على سطر تاني او في مكان تاني، الكيرسور ده بيروح في المكان انت ضغطت فيه. فانا دلوقتي انا عايز في ال سي دي انقل الكيرسور بتاعي زي ما انا عاوز، فبستخدم الداله اللي اسمها سيت كيرسور دي. بدي له الكولوم والرو اللي انا عايز الكيرسور يوقف عنده. فمثلا اقول له ايه؟ اقول له اقف في الكولوم رقم 8، الرو رقم 2، رقم 1. فيعمل ايه؟ يقوم جاي رايح على الصف رقم 1 وعند الكاركتر رقم 8، ويقوم جاي الكيرسور يقف.
ويقعد طبعا يطلع ويظهر كده ايه زي ما بيحصل في الورد. في معلومه عايز اقول لكم عليها ناخد بالنا منها، ان هنا البدايه بتاعتي بتاعت الكولومن من زيرو والبدايه بتاعت الرو من زيرو. يعني مثلا احنا قلنا ان بيجن خلاص عملناها 16 في 2، يبقى انا عندي كام بقى من الروز بتاعتي من كام لكام؟ من 0 ل 1، والكولومن من 0 ل 15، مش من 1 ل 16، لا من 0 ل 15. يبقى انا لو عايز اكتب على الصف الاولاني هكتب هنا 0، طب لو عايز اكتب على الصف الثاني هكتب هنا 1، وهكذا يا باشمهندسين. طبعا الكلام ده هنشوفه في المثال عندنا. طيب انا عايز بس ايه اجيب لكم المثال اللي احنا مستخدمينه، نعدل فيه بس ال ار اس على 12. ادي المثال اللي قدامنا كده يا باشمهندسين، بيقول لك ايه بقى؟ نشوف الكونكشن الاول عشان خاطر نكتب الداله بتاعته. قال لك انا هوصل الار اس بتاع ال سي دي على البن 12 في الاردوينو، فتيجي كده على الار اس اهوت اللي هو البن رقم 4، وهتطلع بيه على ايه؟ على البن رقم 12 في الاردوينو. وبعدين طبعا الصوره معلش ممكن تكون مش واضحه شويه، عايز بس اكبرها لكم. ممكن نعمل دي كده كور. ماشي نجرب كده. وبعدين هاخد البن بتاع الانيبل بتاع ال سي دي اوصله على البن 11، فتاخد الانيبل كده اللي هو البن رقم 6 وتطلع بيه توصله على البن رقم 11 في الاردوين. وبعدين الدي 4 بتاع ال سي دي على البن 5، ادي الدي 4 اهو اللي هو هشوفه هيبقى رقمه كام؟ 16 15 14 13 12 11، هيبقى رقمه 11. تيجي تطلع بيه كده على الكام؟ على البن رقم 5 زي ما احنا قايلين كده. وبعدين البن رقم الدي 5 بتاع ال سي دي على 4، ودي 6 على 3، ودي 7 على 2 اهو. نبص على دي 7 هتلاقي دي 7 رايح على كام؟ على 2. دي التوصيله بتاعتك. طبعا هو هنا موصل مقاومه متغيره، احنا مش عايزين مقاومه متغيره، احنا هنوصل 1 و3 وخمسة بالجراوند. ادي الخمسة اهو، وادي الواحد اهو، وهناخد التلاتة معاه ايه؟ نوصله بالجراوند. وهيبقى اللي متوصل عندي بالخمسة فولت هو مين؟ هو البين رقم 2، عشان ده اللي بيغذي ال LCD بتاعتي. طيب كده احنا عملنا التوصيلة، يبقى المفروض نكتب الأوامر بتاعت التوصيلة دي. فهنقول له ليكويد كريستال LCD 12 و11. ليه 12 و11؟ وانت لو جيت بصيت كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الار اس متوصل على 12، فهو 12، والانيبل متوصل على 11 فقلت له 11. وبعدين البيانات بقى دي 4 ب 5، وبعدين وانت ماشي كده يبقى 5 4 3 2. طيب كده كتبنا الامر بتاع التوصيله. نيجي نخش على السيت اب، في داله السيت اب لازم نكتب داله بيجن، فاقول له كده ال سي دي دوت بيجن، اقول له 16 و2 عشان ال سي دي انا مثلا 16 في 2. وبعدين بقى قال لك لو انت عايز تطبع كلمه على ال سي دي والكلمه ديت هتظهر على طول، يعني مش عايزها تختفي ولا عايز، او بمعنى اصح انت عايزها تدنها ثابته ما بتتغيرش، فبتكتبها في داله السيت اب في داله الانيشياليزيشن، بتقول له مثلا ال سي دي دوت برنت هالو وورلد، فيبقى يطبع لك الكلمه ديت على السطر الاولاني في ال سي دي. طب هنا طبعا ازاي في السطر الاولاني؟ ما هو الكيرسور باي ديفولت انيشيالي بيبقى موجود في الصف الاولاني، فانت ما تقول له اطبع لي هالو وورلد يطبعها لك في الصف الاولاني. بعد كده انت لو عايز تروح لمكان تاني للصف التاني بتقول له روح المكان، تروح للصف التاني. طب بتقول له روح للصف التاني ازاي؟ اهو بداله سيت كيرسور، سيت كيرسور بتقول له روح للصف التاني، ما هو رقم واحد عرفنا ان هو الصف التاني، بس العمود رقم كام؟ العمود رقم زيرو. يعني ايه؟ يعني روح حط الكيرسور هنا كده في اول حرف هنا كده، وبعدين ال سي دي دوت برنت اطبع لي على الشاشه ام اي ال ال اي اس على 1000. الداله ديت بتطبع عدد الثواني اللي مضت من ساعه ما الاردوينو اشتغل، عدد الثواني اللي انتهت من ساعه ما الاردوينو اشتغل، فيبتدي يطبعها لك فين؟ يطبعها لك هنا كده يا باشمهندسين. طيب نبتدي كده، احنا كده عرفنا الكود بتاعنا اهوت، يبقى انا الكود بتاعي هيعرض لي في الصف الاولاني هالو وورلد، ويعرض لي تحت عدد الثواني اللي هي من ساعه ما الاردوينو اشتغل. نعمل بس كده بيلد نشوف الكود بتاعنا فيه مشاكل ولا لا.
اول مشروع هياخد وقت طويل مننا في الشرح، بعد كده هتلاقي انت عرفت الدوائر وعرفت الدنيا، فهتلاقي الجزء ده كده ما بشرحوش خالص، هتلاقيني بخش على داله اللوب على طول، او يعني بشرح فيه بسيط كده. طب وانا كده خلاص عملته، بس في ملحوظه اخيره عايز اقول لكم عليها، ان انا لما اجي استخدم اللايبراري بتاعه ال سي دي لازم اقول له هاش انكلود ليكويد كريستال دوت اتش. ليه؟ لان الليكويد كريستال دوت اتش ديت هي اللي جواها الداله اللي اسمها ليكويد كريستال، والداله اللي اسمها بيجين، والداله اللي اسمها برنت. الدوال ديت متعرفه جوه ايه؟ جوه الليكويد كريستال دوت اتش لايبراري. فلازم اجي اعمل هاش انكلود للايه؟ للمكتبه اللي موجوده قدامي دي. بعمل لها هاش انكلود ازاي؟ يعني بضيفها ازاي؟ بالامر ده كده يا باشمهندس. طيب كده احنا عملنا بيلد، مفيش مشكله، نقدر نروح ننفذ الكلام ده على البروتوس. هاجي كده على البروتوس واقول له اردوينو، هات لي كتة الاردوينو. جاب لي الاردوينو اونو بتاعتي، نسيبه براحته. هو ده ماشي، نضيفه. وعايزين كمان ال سي دي، نقول له كده ال سي دي وناخد مسافه ونقول له 16 عشان يجيب لي واحده 16 في 2 اهي 16 في 2، وفي عندك 16 في 1 و16 في 4. احنا عايزين 16 في 2 دلوقتي، وهوريكم ان انا لو اخترت 16 في 4 مش هتفرق معايا في حاجه. طيب احنا عايزين ايه كمان؟ طب بس نشوف كده لو عاوزنا حاجه نجيبها. ادي ال سي دي وادي الاردوين، ونكبر الرسمه كده ونقول له مثلا روتيت كده، ونيجي نقول بقى. طبعا لما اجي اوصل بقى لازم اوصل بنفس الايه التوصيله اللي انا عاملها في الكود بتاعي. احنا قلنا ان الار اس كان متوصل على كام؟ نشوف كده الكود، الار اس على 12، فهاجي كده اخد الار اس واوصله على 12 والانيبل على 11. طيب وبعدين دي 4 رايح على البن رقم 5، وبعدين بقيه البنات ايه ورا بعضها كده زي ما احنا شايفين. اهو تمام كده. بعد كده كنا بنقول ان البن رقم 1 والبن رقم 3 والبن رقم 5 البنات ديت كانت بتتوصل بالجراوند، فهاجي كده اخد لهم ايه؟ اخد لهم جراوند. وبعدين كان في عندي البن رقم 2 ده اللي بيتوصل بال 5 فولت، فهوصله بال 5 فولت زي ما احنا شايفين كده. وكده التوصيله بتاعتي تقريبا انتهت. طبعا لما اجي اوصل الكلام ده هاردوير لازم اكون عارف ان ال 5 فولت ما باخدهمش منين، ان ال 5 فولت ما باخدهمش من بطاريه، ده انا باخدهم من الايه؟ من الاردوينو بتاعي، لان الاردوينو بيخرج لي ايه؟ بيخرج لي ال 5 فولت. طيب انا عايز اخد كده الكود، عايز اجيب الكود، فاجي اخش كده اسم البروجكت ايه؟ 24 ايه؟ ماشي مش كده؟ لا 24 ايه؟ هو ده. ونقول له اوكي، نشغل كده نشوفه هيدينا ايه. زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندسين ابتدى ايه؟ يطلع لي عدد الثواني زي ما احنا شايفين كده من ساعه ما الاردوينو بيشتغل، وكلمه هارل وورلد فوق ايه؟ ثابته يا باشمهندسين، كلمه هارل وورلد فوق ثابته. يا ريت الناس تبحث على الداله اللي اسمها ام اي ال اي اس ديت عشان تشوفوا قسم على 1000 ليه. يعني دي حاجات برضو بسيطه الناس تعرفها ما فيش فيها مشكله. كده احنا قدرنا ايه نستخدم نعمل اول بروجكت عندنا في ال اس دي، وقدرنا ان احنا نوصله. وطبعا عايز اقول لكم برضو يعني باكد عليها تاني اهوت، التوصيله في الهاردوير هتبقى زي كده بالظبط، الست وصلات دولت زي بعض بالظبط، وادي الجراوند عندي ما فيش فيه مشكله، بس الجراوند ما انا مش هعمل له جراوند، الجراوند جاي من كتة الاردوين، وال5 فولت جايين من كتة الايه؟ جايين من كتة الاردوين. يعني اتمنى يكون الموضوع واضح كويس، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي ممكن ناخد مشروع تاني او مشروعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.